أعزائي المشاهدين، إحنا اليوم في هالة كافيه في استضافة صاحبة هالة كافيه هالة فاروق عبيد. أم محمد السلام عليكم. حياك الله معبدالله. شكراً على الاستضافة. حبيبتي. إيش رأيك أول شيء تعرفين الجمهور بنفسك؟ هالة فاروق عبيد، دبلوم محاسبة من جامعة البحرين، دبلوم إدارة رياض من جامعة دلمون. ما شاء الله، إنسين مش انقلت، شلون صارت النقلة من الدبلوم المحاسبة ورياض الأطفال إلى تكونين صاحبة مطعم لأكثر من فرع وعندك إصدارات ما شاء الله كثيرة في مجال الطبخ؟ صح، دراستي مختلفة تماماً عن الباشن مالي. نعم. أنا شغفي في الطبخ. أي نعم. فبديت مرحلة مبكرة، مرحلة إعدادية، كنت أجرب وصفات يعني ما كان ذاك الزور في فترة الثمانينات، وكنت أكتبها في نوتس. للحين هاي دفتر نوتس عندي لحد الحين. أي نعم، هاي غالي. أي وعليه كل نطفة الأكل من الطابخ طبعاً، في الحواشي. أي في الأطراف، حتى الملاحظات، وصفات بسيطة بس في ملاحظات بعد. أي نعم، أي نعم. وهاي أعتبرها فينتج يعني بخليته. أي نعم. يعني أي نعم. الوالد فاروق عبيد من رواد الحركة الفكرية في البحرين طبعاً. معروف طبعاً بأنه صاحب مؤسس المكتبة الوطنية، وياريت تحدثينا عن دور الوالد في إنك أنت اتجهتي لكتابة الكتب، وعلى ما أعرف كذلك الوالدة معروفة بكثير من الطبخات طبعاً. فأبي أعرف من وين استمديتي هذه الشغف للطبخ؟ أكيد. والدي فاروق عبيد بالفعل من أحد رواد الحركة الثقافية في البحرين، فما كان صعب علي أن أصدر كتب طبخ. أي نعم. والدتي شيخة الخاجة الله يحفظها كانت مشهورة في الفريج بشيئين. الله يحفظها. أي نعم. كباب اللحم وبرياني اللحم. أي نعم. ما زالت الوصفة عندي مشهورة سبحان الله. نعم. بركة الوالدة ما توقف الوصفة، برياني شيخة. أكيد هو أكثر شيء عليه طلب. طبعاً أكثر مبيعاً. نعم. بالسلر. الله يخليها لكم. أي. يبارك لها. فخذ طبعاً طبعاً خذ، كنت وايد ألاحظ والدتي وهي تطبخ. نعم. أحب أنزل معها في المطبخ من بيت خواتي. أي نعم. كنت أحب أشارك معها، أساعدها، أشوفها. زين، وشلون صارت النقلة أنك تصدرين كتاب طبخ يعني؟ أوكي، في ناس وايد يحبون الطبخ بس طبعاً ما يفكرون أنه يصدرون طبعاً كتاب. بعد تخرجي من الثانوية العامة سنة 84 هني والدي قال لي، والدي والدتي يعني بالأصح يعني، ليش ما تصدرين كتاب طبخ؟ ليش ما تحولين هالنوتس إلى كتاب طبخ تفيدين بنات جيلك يعني؟ أي نعم. فسبحان الله ملك تردت يعني. أي نعم. في سنة 89 أصدرت كتابي الأول صواني خليجية. أي نعم. الجزء الأول ولاقى نجاح كبير. أنا أتذكر الوالد لما أصدرت أنا إصداري السفرة الخليجية. صح. 83. صح. وايد كان مشجع وأقبل طبعاً. كثير يعني المكتبة الوطنية وايد كان لها دور في ترويج أكيد. الكتاب أكيد. وما شاء الله دائما علاقتنا كانت زينة من ذاك طبعاً. الوقت للحين طبعاً. وأفتخر بأن أشوف البحرينيات والبحرينيين يصدرون بالله. كتب، هذا شيء جداً مميز ومو غريب على البحرين طبعاً. لأن هل تعرفين أم محمد أن إحنا كبلد البحرين بقياس عدد السكان يعني بير كابيتا أكبر نسبة إصدارات في العالم، فيعني شيء جميل نفتخر فيه طبعاً. زين أم محمد، ياريت تحاكيني عن شلون بديتي المطعم، ياريت تحاكيني عن البدايات كيف طبعاً. بدأت الكتب، عرفنا أنك بديتي في الكتب، شلون سويتي النقلة الثانية من الكتب إلى أن يكون عندك مطعم؟ طبعاً أنت قدوة لنا أستاذة فنون. الله يسلمك. أول بحرينية. الله كلنا يسلمك. سبحان الله أخذنا القدوة ذي منك. هاي شيء أنا أعتز فيه وايد، وما شاء الله أشوف بعد الأجيال. حق تقال في حق. الله يسلمك. الحين أشوف الأجيال جاي بالعكس ما شاء الله يبدعون وانطلاقهم للعالمية طبعاً. وهاي شيء فخر للبحرين كلها. طبعاً. أي نعم. تأسيس المطعم أساساً كان فكرتي في 2011. أي نعم. كانت الفكرة موجودة مطروحة من طول السنوات، بس أنا أخاف وايد على الناس. أي نعم. أخاف مسؤولية أرواح في يدي. فترددت وايد، متردد بعدين كل شجعني حرام يعني وصفاتك ما شاء الله خاصه العيوش. اي نعم. انا وايد فنانه في المين كورس ولله الحمد. اي نعم. فجات الفكره في 2011، طبقت 2013، اجرت في امواج. اي نعم. تقريبا كنت انا يمكن رابع او خامس محل ذاك الوقت. ف في 16 نوفمبر 2013 فتحت فرع الاول في امواج وبديت بتسع موظفين. اللي هو في الخور. في الخور. مجمع الخور. أي المحرق. اي نعم. اي نعم. كنت بديت بتسع موظفين. الحين ولله الحمد عندي 150 موظف. ما شاء الله، وعندك فرعين في السيف كذلك. جمع السيف 2018 فتحته. اي نعم. زين، شنو التحديات اللي لاقيتك؟ يعني انت الحين جيتي على شيء جديد وكنتي ما زلتي تعملين في الروضة صح؟ طبعاً طبعاً. نعم. فعطيني مثلاً اليوم، يعني عطيني مثال يوم واحد من حياتك في ذيك الفترة. وايد تعبت 2013 أساساً، أنا كنت الحين في الروضة ما استقاليت ل 2015، كنت أداوم من 8 صباحاً في الروضة. أي نعم. لغاية 12 بالليل أسكر معاهم أمواج، لأن كان عندي مشكلة مع سوق العمل، ما عطوني فياز بالنسبة حق ال 300 سكوير مترز. اي نعم. 300 متر مربع عطوني 9 موظفين، زين هاي شو اسوي فيهم؟ صحيح. هل بيكون هو درايفر؟ هل شيف؟ هل سو شيف؟ اي نعم. فالمهم كنت انا اشارك في علي 3 مطابخ علي اطبخ. اي نعم. فكنت اطلع من الروضة وحدة وناس في امواج لغاية 12 بالليل اسكر معاهم. اي نعم. 16 ساعة كان يوم متعب، كان يوم نعم. مشاق.
بس كنت حابة، كنت مطلع حق هدف أبي أتميز. أنت قلتي لي ذيك المرة أنت مو بعندك شغف، أنت عندك هوس. أوبسيشن. فعلاً فعلاً هوس. فعلاً. بس هذه هوس صحي. الحمد لله. الحمد لله. زين. بعدين المطعم الحمد لله لقى نجاح وكذا. بس لما فتحتي المطعم مثلاً حق التمويل، شو استفدتي من البرامج الموجودة في الدولة عشان تقدرين تأسسين هاي العمل؟ استفدت والله ما قصروا تمكين، أمدوني ببرنامجين اللي هو الأجهزة والتسويق. اللي هو دعم الدعم التقني. الأجهزة يعني عطوني لي السيلينج 15,000 دينار ولله الحمد. التسويق عطوني بعد، بس أنا ما أخذت السيلينج كله، ما كنت محتاجة ذيك الوقت، كان فرع توا بودي صغير. أعتقد في ذيك الفترة كان الدعم 80%. الأجهزة لحقت على 80%. التسويق لأن تأخرت في الافتتاح، تمت أشتغل في أمواج 7 شهور. أي نعم. لما سويتها من البداية يعني من زيرو. أي نعم. يعني هالة كافية علامة تجارية، I build it from zero. علامة بحرينية. أي نعم. وافتخرني بحرينية. الحمد لله. أنا الكل قال ياخذي فرانشايزي، قلت ليش؟ أنا أقدر أسوي. المرأة البحرينية ذكية طموحة بطبيعة الحال، أنا أقدر أكون أحسن منهم. ومن من عنده فرانشايز إنه يعطيك المطبخ البحريني؟ طبعاً. هم ما عندهم الخبرة في ذي. أبداً. أي نعم. أبداً. نتفوق عليهم بالعكس. فالحمد لله، الله يوفقك، وهاي شيء نفتخر فيه. زين، بعدين التمويل شلون؟ زين، هاي من ناحية بنك البحرين للتنمية. أوكي. أعطاني مولني بمبلغ 53,000 دينار، وايد صراحة. واستفدتي كذلك من تمكين، لأن تمكين بعد يشيلون جزء من الأرباح، لأنه هو طبعاً إسلامي. طبعاً. يشيلون جزء فيصير يعني النص ما دفعوه 6% وانا 6%. فهذه التمكين الحين بعد نزلوا، الحين صار 4 و4. نعم. بنك البحرين للتنمية وتمكين بالعكس، يعني دولتي بالعكس دعمتني في البداية. هاي شيء. زين، الحين انت قلتي ان حصلتي تغلبتي على تحدي ان تحصلين على رخص العمل. زين، انتقال الموظفين من مكان لمكان، انت طبعا اكيد تدربينهم تتعبين عليهم. طبعاً. فهل واجهتي هذه المشكله بعد؟ طبعا. انا التدريب هو القصه في التدريب. انا بديت المنيو ب50 وصفه. نعم. الحين المنيو هالة كافيه يقدم حق الزباين 204 منيو ديلي سيرف. ما عندي سوب اوف ذا داي والله من كورس. ومطابخ متعدده. كان 7 مطابخ. هذه اول كونسيبت في البحرين، 9 مطابخ. بس مو بالتميز في المطابخ. التميز اني انا 4 زيوت صحيه. ابي الناس تاكل اكل بيت. صح. اكل ذا جوده. 4 زيوت صحيه، دجاج المزرعه. كنت ولله الحمد اول مطعم بحريني من 4 سنوات عقدت مع دلمون للدواجن. نعم. اللي هو شركة بحرينية. وهاي يعني تنشيط حتى لصناعة الأغذية. طبعاً. في البحرين. طبعاً. يعني لما طبعاً. يصير عندنا مثل ما نقول سبلاي تشين. يعني يكون عندنا سلسلة متكاملة من المواد من المنتجات الغذائية المزروعة في البحرين. للدواجن المربية في البحرين. خضار المزرعة تعاقدت مع 3 مزارع، كان يبون لي يومية فرش الصبح. أي نعم. ما كنت أبي من الأسواق، الله أعلم متى يعني عارضينا. أي نعم. وبهاراتي. أي ولا هاي الشيء المميز. بهاراتي ولله الحمد الحين تنباع، يعني شو أقول لك؟ المتميز في البهارات. هاي السيجنتشر مالي. السيجنتشر مالي بهارات هالة. أي نعم. يعني أسبوعياً قاعد أبيع في كل فرع 100 ل 150 جارز. ما شاء الله. فبالتالي 12 نوع بهار، ولا بهار عندي جاهز. أي نعم. حتى السوسات. أي نعم. حتى الوجبات كيتس ميل. كلها من المواد الأولية. حتى وجبات وجبات الأطفال هوم ميد. أي نعم. السوسات هوم ميد. اي نعم. حتى القهوه، الايس كريم. ام محمد، انتم توصلون للبيوت؟ اي، عندي خدمه كارج وطلبات وهنجر ستيشن، وعندي بعد خدمه التوصيل الخارجي. اوكي. اوكي. حتى اكل الاطفال طبعا. هاي شيء اضافه عجيبه ذي، لان صدق لازم تاسسين العادات الصحيه للطفل من هو صغير. حرام ياكل. نعم. فروزن. لا، وبعد اذا حطيتي له وايد شكر وايد. أبداً. ابدا ولا فيه. يبي شكر. أبداً. وايد يبي ملح. دجاج المزرعه مع شويه كمون. نعم. شيء بسيط بانش وصوب. That's it. أم محمد، إنزين، في تحدي ثاني بعد لاقات في الفترة ذيك غير طبعاً تنسيق وقتك؟ كان طبعاً أكبر تحدي تصور لي، وأنت كنتي في طور يعني للحين تيبين عيال وعندك طبعاً يعني طبعاً كونين أسرة طبعاً. الموازنة بين هاي، شلون قدرتي تنظمين وقتك؟ تنظيم الوقت شيء أساسي. يعني حتى يوم كنت أدرس جامعة البحرين، بعد كنت أنا في 2003 كنت في الروضة، ما كنت افتتحت سلسلة هالة كافيه. أي نعم. بس إنه قدرت تنظيم الوقت، وزوجي وايد كان داعم لي. أوكي. والدتي والدي. أي نعم. يعني كانوا متفاهمين حق الموضوع. أي نعم. كانوا يعرفون أن عندي هدف أبي أوصل له. أنا مو هدفي النجاح، أنا هدفي التميز. أي نعم. ممتاز. أعزائي المشاهدين، فاصل ونواصل ويا هالة فاروق عبيد ووصفاتها المميزة، لا يفوتكم.
أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا فيكم. إحنا في مطبخ هالة كافيه مع شيف هالة. حبيبتي شيف هالة، إيش بتسوي لنا اليوم؟ بحضر لكم اليوم أرز زعفران بالربيان المشوي، أرز مودرن سريع حق بناتنا الحين، ما يبي حمسة ولا شيء. أي نعم. أنا دائما أستخدم البخاري حق هالأرز، متكتك كذي يعطيك فخامة يعني. أي نعم، فيكون زين حبة حبة نخري. أي حلو في التقديم. أي نعم. حلو. أي نعم. الريشيو ماله 1 كب مع كوب وربع خلاصة الخضار. أي نعم. أنا أبدا ما أستخدم الماي، ما أبي النكهة تنطفي عندي. وهذه الخلاصة تسوونها هني في المطعم؟ طبعا طبعا، كل شيء من المواد الأولية الطبيعية. طبعا. أي طبعا. أي نعم. طبعا. شف هالة معاك. أي نعم. إنزين، البهارات الصحيحة، ورق أيها. الغار، النجمة اليانسون، الهيل الأسود، الهيل الأخضر، الفلفل الأسود. أي نعم. نضيفه كامل هني. بعدين بنضيف عليه خيوط الزعفران، يعطي طبعاً هو رز زعفران إحنا قلنا له. الزعفران وايد مفيد. طبعاً أكيد. وزبدة بس. هو يسمونه ذهب يعني، هو مثل أغلى أغلى من أغلط الذهب أغلط أصلاً. هو أساساً أغلى توابل في العالم. أي نعم. أي. فهاي الزبدة هني. وعندي هني فليفلة حمراء، قصدي تشيلي يعني، فلفلة حار. حارة باردة، مو بوايد حارة. أوكي. متوسطة. أي. نفس اللي مال التايد اللي يبيعونها. أي نعم. وهذه الملح. كوب رز يعني يكفي ملعقة شاي ملح. هذه all in one، كلها في جدر واحد. كلها في جدر واحد. الحين عرفت ليش قلتي الشابات يحبون هاي الطريقة. طبعا لأن سهلة. حتى ما في تغسيل صحون بعد وايد. أبدا أبدا. بس بنضيف كل الزعفران هني. انزين. هني خلصنا. بعدين عمري ام عبد الله بنجيب هني الربيان. أيها. الربيان بحضر له تتبيله. عندك مثل الجدر اللي هو أيه. طبقتين اللي هذي مثل حمام. أيه. بخاري. اي هذه جدر وايد طبعا شاع استخدامه حق الباستا. اي بس اللي ما عنده بعد. طبعا الطبق اللي الاطباق اللي أيه. شمال افريقيا. أيه. بناتي اللي ما عنده، ما عندكم اي مشكله، جدرين او الربيان تقلونه على بان مقلاه مشواه. اي اي تشونه على عادي مقلاه. أيه. عاديه. اي 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 انزين. واللي ما عنده ممكن ياخذ مشخاله اللي مدوره بيكون قياسه مناسب. أي. وحط اللي يبي يحطه هني ويغطيه، واذا بغيتي تشوفين أكيد. بعد غطيه بغطاء زجاج فتقدرين تشوفين بالضبط شنو داخله. أي. البدائل موجوده مع عبد الله. أي. في المطبخ يعني الحمد لله احنا ما قاعدين يعني كل شيء متوفر الحين بنفس زماننا، حتى شيء متوفر حق بناتنا. اي نعم. انزين، فتتبيله الربيان كلش سهله هني معاي. ملعقه شاي، بهارات هاله، ملح. شيء بسيط. عندك هني زيت الزيتون طبعا، هاي وايد مهم لان في الدهون طبعًا. الاحاديه الغير خفيف. مشبعه. أي خفيف. ويحارب صحي. السرطان طبعًا. وكل شيء فيه صحي حق الجسم. إينا. طبعا الحين عصير ليمون، عصير ليمون مضادات الاكسده طبعًا. فيتامين سي كلها طبعًا. مفيده اكيد. اي نعم. والربيان نفسه تعرفين الربيان له فوائد وايد. الحين بقول شيء، النسوان كلهم بياكلون الربيان حق الشعر، تساقط الشعر. اي نعم. وبعدين هو في الزنك، فزين حق بعد حتى حق البشره وتجديد البشره. دائما الربيان يعني يقولون كوليسترول وهالامور. أيه. بس في جوانب وايد مهمه طبعًا. للربيان انه هو يكون للاوعيه الدمويه، لانه هو فيه اوميجا 6 واوميجا 3 ولو بقدر قليل طبعًا. ولكن مفيد، يساعد يحارب الجلطات طبعا. وطبعا بروتين حق العضلات يكون فيه أكيد. وسعراته معقوله، وحتى في الحميه يساعد على ان يعني اللي يتبعوا النظام للحميه بيكون أيه. وايد زين لهم. وبعد انا قريت عبد الله مقطع كلامش بالخير. أيه. بالخير. قريت دراسه، اخر دراسه استراليه تقول لك ان الربيان ما سبب كوليسترول. اي فعلا في إيه؟ دراسات مختلفه كلامك إيه؟ صحيح طبعا. لان الناس وايد عندهم سمعه سيئه عن الربيان. لكن لما تقارنين الفوائد اللي له اذا اكلتي باعتدال، كل شيء ناكله باعتدال فوائده اكثر طبعا. اوكي. الا اذا كان مثلا طبيب يعني في مثلا الطبيب موصي انه شيء محدد، مرض محدد ما ياكلون ربيان طبعا الطبيب هو ادرى. اكيد طبعا طبعا الحاله الصحيه. ضفت بس صلصه معجون الطماطم. نعم. وعادي مارينيت عاديه، تتبيله عاديه. وتبل فيها الربيان. عندي هنا انا 10 ربيان حجم كبير، تارك الذيل حلو حق البرزنتيشن، حق التقديم. حق التقديم وايد حلو. خلاص ولا اسهل من كذي؟ ها وايد سهله إيه؟ وسريعه وعلى نار هادئه. بنخلي كل ذيب طبعا بغلفه بالقصدير. اي نعم. زين. وبنخليه بالضبط 30 ل35 دقيقه على حسب الافران. طبعا انا فرن المطعم، افران المطعم مختلفه تماما عن افران البيت، حاره. اي اي, اي, اي. انا لاحظت ما حطيتي ثوم. لا ما بحط ثوم. هل خلطه بهارات هاله فيها ثوم؟ لا فيها زنجبيل جاف. اي وفيها الهيل الاسود، الهيل الاخضر. نعم. فيها الفلفل الابيض، الفلفل الاسود، فيها الكمون. اي نعم. اللي هو تابل يعني الناس ما تعرف قيمه الكمون. اي في المطبخ. اي وحق الكزبره حق الهضم بعد وايد مفيد. محتاج ثوم. وردي انا الحين تبلته بخليه مجرد هني فوق
خلنا نراوي بس هو الزنجبيل ويا الربيان وايد يمشي زين طبعا. فانت اوريدي في الخلطه التوابل ايه مالك في 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 دراي زنجبيل ايه. انزين مجرد انه بحطه هني الربيان قهوه زين مع الذيل يعطي شكل وايد حلو في التقديم. بنزل كل تتبيله هني عندي تتبيله لذيذه وسريعه وزيت الزيتون بيرطب لي الربيان ايه. وكل هالطعم الطيب بينزل على الرز ايه وبيبخره اي الحين احب بعد بقول نقطه عمري مع عبد الله هذه الطماط انا ما ضيفتها عبث هذه بيرطب لي الربيان من فوق وبيرطب لي العيش من تحت تمام بيطلع شوي شوي كذي ستيكي وبعد حموضه الطماطه تعطيك بعد طعم وتغلظ الصوص اللي طبعا القوام الثكنس احنا دائما ندور على القوام في معجون الطماطم وفي الطماطم الفريش اي بعد الطماطم صديق القلب اي اكيد ترى هالمعلومه انا بكتها منك اي صديق القلب واحد في البرنامج وفيتامين سي إيه. كذلك إيه. نعم والالياف اللي طبعًا. فيه وحارب السرطان طبعا ورخيص متوفر يعني مو من الخضار الغاليه إيه. ولا من الفواكه الغاليه فعلا. والبحرين ما شاء الله عندنا في موسم الطماطم غنيه اي تكون فيها سكره بالقصدير سكره بنحكم اغلاقه لانه ابي بس يعني شوي نفسي يعطيك طعم الستيم اي نعم يعني حلو البخار يطق فيه اي نعم فبيعطي رطوبه حلوه حق العيش والربيان ما يي بس ابدا يتم حافظ بليون إيه؟ بحافظ لان عندنا وايد اشياء حاطينها فيه وبعد لان الستيم في البخار طبعا إيه؟ هني بايي على النار هادئه عندي 30 مثل ما قلت لي 35 دقيقه انا دائما احب اطبخ على نار هادئه ما استعجل كل شيء زين يحتاج إيه؟ نار هادئه إيه؟ إيه؟ كل شيء كل شيء صبر اي نعم بنات الحين ما شاء الله عليهم مستعجلين بالعكس أيه. شوي شوي حق بناتنا وايد سريع ولا اسهل من كذي اي نعم الحين ايش رايك ام محمد ننتقل للوصفه الثانيه بتقدمين لنا العصير الصحي أيه. الخاص بهلا كافي طبعا اعزائي خليكم معنا بعد الفاصل وتشوفون العصير المميز وقصه العصير المميز نشوفكم بعد الفاصل أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا فيكم أحب نراويكم العصير الصحي الأخضر أم محمد شيف هالة خبرينا عن العصير دي العصير هذه طبعا لقصة إيه؟ نزلتها في المنيو من سنتين إيه نعم. سويت 30 ريسيرش يعني بحث في جوجل إيه نعم. بالإضافة لإخواني 3 دكاترة أنا دائما أستمد إيه؟ منهم إيه؟ دراسات التغذية إيه نعم. خصوصا أخوي العود دكتور إبراهيم عبيد إيه نعم. إنزين فوجدت أن هذه كل الإنجريدينز مجتمع مع بعض طبعا لازم الانسان على الريج ياخذها مكوناتها كلها من الاخضر معظمها اي نعم كل الصحية. واحد منهم بروحه ولا فوائد كثيره طبعا فلين حطيتيهم مع بعض اي اكيد اي نعم اكيد اي نعم وقلت حق الستاف الويتر والويترس ماليني لكم تارجت بس انه ريكومند حق الكاستمر على اساس الناس تطلبه اي نعم تشربه ضروري يعني حتى لو على الريج بس يشربونه اي نعم شيء مفيد لهم اي نعم صحي زين فالحين انا اشوف التفاح الاخضر طبعا هو مفيد حق الكبد ومفيد حق الهضم صح. وفي الألياف وحتى حق يعني وايد حق العمليات الحيوية حق الجسم صح. وبعدين سعراته قليلة وكل هذه الفوائد في أنتي أوكسيدنت اللي هو مضاد للأكسدة وكلنا نعرف المثل الشائع one apple a day keeps the doctor away أي والله. تفاحة في اليوم أي تفاحة في اليوم خلي الدكتور بعيد عنه إن شاء الله طيب الشيء الثاني أشوف هني الليمون الخيار الخيار الليمون الأخضر طبعا مضاد للأكسدة اللومي بالذات يعني وايد مفيد وفي فيتامين سي وكذلك في الأنتي أوكسيدنتس طبعا نعرف كلنا اللومي حتى حق علاج الجروح وكذي يخلي يعني يطيب أسرع طبعا اوكي طبعا الخيار وللزكام وكل هاي معروف فيتامين سي وكل الفوائد اللي فيه طبعا الخيار بعد وايد مفيد اي وهني عندك بعد في الالياف ايه. وفي الماء في الاملاح طبعا ومشبع وما في سعرات حراريه كبيره صح نعم اي عندك الكرفس اللي هو السلري وعندك العسل والبقدونس الكرفس بالذات السلري ايه. هو حتى ينقي ومضاد للالتهابات وكذلك هو مشبع وممكن ان الواحد يقرمش عليه بدون ما يكون في يحس بالذنب طبعًا طبعًا. لان سعرات قليله ياكل ني ياكل ني مثل اللي يحب يقرمش بدل ما ناكل بطاطا مقليه ممكن نقرمش طبعًا عليه طبعًا. مع الغموس مع الاشياء ممكن الواحد يستخدمه بدل الخبز صح فهذه جدا مفيد وله فوائد صحيه كثيره لانه صحي عسل ما في اي شوغر لا ابيض نعم. ولا اسمر اي نعم عندك البقدونس البقدونس بعد ما شاء الله مرهم فيتامين سي الالياف اللي فيه كثير مفيده طبعًا.
كذلك يقوي جهاز المناعة، الحديد فيه طبعاً. فمن كل جانب هو مفيد، ولما نجمعهم كلهم مع بعض يصير أكثر وقت. والنعناع آخر مكون، والنعناع بتحطون ثلج طبعاً، النعناع حق اللي عندهم مشاكل غازات في البطن وغيرها وايد يفيدهم قولون. وكذلك إنه وايد هو في عدة جوانب مفيد، والألياف اللي فيه، وكذلك في الحديد. كل شيء أخضر يقول لك حديد فيه. أي نعم. كل شيء أخضر. يوم إحنا بعد لابسين أخضر. أي أنا وإنتي. صدفة. الحمد لله. طبعاً الثلج. وبس في البلندر. أي نعم. بس بلندر. ولا أسهل من كذي. ولا أسهل وصحي. نعم. هاي طبعاً بورشن واحد. اللي يبي يزيد ممكن في جو. والمكونات موجودة في كل بيت. كل بيت. مو شيء غريب يعني. ما بتروح أنت تعانين حق الهايبر ماركت تشترينها أبداً. وايد أحسن من المشروبات الغازية طبعاً، السكر اللي مضاف إليه، وما ندري شنو في مواد حافظة. كل شيء طبيعي. الحمد لله أنا في هالك فيه هاي اشتهر وصار من البست سيلر من عصاير اختارونه في البداية. أي أنا جربته عندكم في أمواج كان روعة. الحمد لله. ومنعش يعني لين تشربينه تحسين منعش يعني. وأنا بالعمال تعمدت مع عبد الله أطلع بوست أشرحه حق الناس. أي نعم. وأطلع ستوري إنستغرام أشرحه حق زبايني. تمام شكراً. كل وصفاتك مميزة شيف هالة. إيش رأيك الحين نروح للتقدير؟ يلا. أعزائي نلتقي معاكم على التقديم ومع شيف هالة، خليكم معنا. أعزائي المشاهدين الحين إحنا جاهزين نقدم لكم الأطباق المميزة من شيف هالة. أم محمد قولي لنا إيش حضرتي الحين؟ أرز الزعفران بالربيان المشوي والعصير الأخضر الصحي. الصراحة الطبقين صحيين للآخر، ما تقصرين يا أم محمد إن شاء الله. دوم آمر ومشكورة وايد وما قصرتي، ونتمنى لك كل التوفيق، ونشوف إن شاء الله توسعكم في البحرين وخارج البحرين. الحين يا وقت الذوق طبعاً، بذوق العصير. بس أول شيء إيش رأيك نودع المشاهدين؟ مع السلامة ومشكورين، إن شاء الله نشوفكم مع إبداعات بحرينية جديدة، والله معكم، مع السلامة.